طيب يعني ما الذي يطبخ للبنان؟ يعني بالأمس كما قلنا واليوم قليباف في تصريحاته، وبلينكين وزير الخارجية الإيرانية في عفوا الأمريكية في طريقه إلى المنطقة، وسيحط الرحال قيل في بيروت، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أيضا سيزور بيروت. يعني هل الكل تعتقد في سباق مع الزمن لاختيار رئيس جديد للبنان بعيدا عن لاءات حزب الله؟ أظن سيدي الأمور معقدة بعض الشيء، لأن في هذه الفترة الزمنية الحساسة أي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي فترة سماح بالنسبة لنتنياهو ليقوم بما يريد أن يقوم به، ومنها بالطبع الانقضاض يعني وإنهاء حزب الله، وهذا ما تخشاه إيران، لأنها عندما بدأ في غزة وحاولت وبالطبع يعني علانية غسلت فعليا يداها من غزة، كانت تعلم بأنه سوف ينتهي من غزة ينتقل إلى لبنان، وكان حزب الله يعلم هذا الشيء، فبدأ بحرب الإسناد. واليوم إيران تعلم بأن يعني نتنياهو عندما ينتهي من حزب الله سوف يبدأ بها، فلذلك هي أيضا يعني تأتي بالخبراء والقياديين الإيرانيين علنية إلى لبنان ليديروا هذه المعركة. وبالتالي بالطبع هناك في سباق مع الزمن، الاستحقاق الرئاسي الأمريكي هو البوصلة، ولكن هذه الفترة هي فترة سماح لنتنياهو، هو يستطيع أن يفعل ما يريد، الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن ترفض له طلب، لأنه كمن عرف قدره فتدلل الطرفان، إن كان الجمهوري أو الديمقراطي يستميلانه ويستميلان من ورائه اللوبي الصهيوني الناخب الأول والمؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فبالتالي بالطبع لبنان يعني أو بالأحرى إيران تحارب اليوم بالدم اللبناني وتحاول أن تحمي نفسها من الانقضاض عليها بالدم اللبناني، لذلك نرى بأن الزيارات الإيرانية العلنية كثرت في الآونة الأخيرة، وربما إذا ما عدنا إلى كل الاغتيالات الأساسية في حزب الله كان هناك قيادات إيرانية مع القيادات اللبنانية التي اغتيلت، وأظن بأن هذا خير دليل على أن إيران تدير المعركة بنفسها من أرض لبنان.